بس سؤال، فقط سؤال، سؤال تفضل. سؤال لك، الله تاب على آدم أو لم يتب على آدم؟ تاب على نبي الله آدم. جميل جدا، إذا بقى ذنب أو لم يبقى ذنب؟ لم يبقى ذنب. جميل جدا، لماذا لم يرجع آدم إذا كان أمرا مولويا؟ لأن أمر أراده الله سبحانه وتعالى، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. تفضل يا أستاذ أحمد، أنت أحسن. اعترفت. أنا بشكرك أولا أحسن. أنا بشكرك لأمر إن آدم أحسن. قلت سبب نزوله إلى الأرض هو أكله من الشجرة. آدم فعل كل هذه الأمور بالعصمة المطلقة من الخطأ والسهو والنسيان. هسه بعد انا عصمة ادم، الانبياء كلهم معصومين نفس. ما بقول لحضرتك هل ادم اكل من الشجره؟ الخاتم صلوات الله وسلامه. ما بقول لحضرتك هل ادم اكل من الشجره بالعصمه المطلقه من الخطا والسهو والنسيان ام بدون هذه العصمه؟ ما ادخل في التفاصيل. لا حضرتك ازاي تدخل في التفاصيل يا استاذ؟ بس رد السؤال هو الاجابه عنها موضوع العصمه تماما. هل اكل منها بعصمه من الخطأ والسهو والنسيان ام لم يأكل بعصمة من الخطأ والسهو والنسيان؟ ادم ترك اولاك. انا برضو مش ده موضوع سؤالي. هل اكل من الشجرة كما حضرتك اعترفت بعصمة من الخطأ والسهو والنسيان ام بدون هذه العصمة من الخطأ والسهو والنسيان؟ حسب اعتقاد السنة والشيعة نعم، بعصمة من السهو والخطأ. لم يقولوا اهل السنة بذلك، لم نقول ان الانبياء معصومين من الخطأ والسهو والنسيان، والله لم يقولوا بها احد من علماء السنة. ولكن انا اعلم انك لم تقول بدون عصمة، لانك لو قلت بدون عصمة لانتهت نظرية العصمة المطلقة في معتقد الشيعة الاثني عشر. نرجع